تفهموه؟ هلو حبايب قلبي and welcome back to my channel. شلونكم شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم الفيديو حيكون جدا مميز. اليوم الفيديو حيكون خيالي لانه اخيرا اليوم رح اقدر اشارككم ارائي الصريحة ومنتجاتي المفضلة من شي غلام. من ما يعرف موقع شي غلام ومكياج شي غلام اللي يجنن، ما احكيكم على الفورمولا اللي استخدموها بالمكياج الخياليه والباكجينج، بعد قاعد يتفننون يوم عن يوم نشوف منتجات جديده. وتعرفون طبعا التيك توك والانستغرام وكل مكان نشوف منتجات شي غلام منتشره انتشار فظيع. وما احكيكم طبعا على الاسعار اللي راح تنصدمون من عندها مقارنه بال كواليتي. اول منتج راح نستخدمه واللي هو هذا شي غلام برايمر. طبعا هذا البرايمر يسد كل مسامات الوجه وتحتاجونه قبل ما تخلون المكياج على مود حتى يثبت مكياجكم، وجهكم ما يفرز دهون الأطول فترة ممكنة. طبعاً شوفوا كأنما مخمل. ورا البرايمر أكيد لازم نخلي الفونديشن، فراح أستخدم هذا الفونديشن من شي غلام واللي هو هذا طبعاً هايدريتينج فونديشن، يخلي البشرة مترطبة وناعمة، ما يخلي بشرتكم هيجي جافة وكيكي، لا هذا غير. كل بروشز شي غلام يخبلون لتوسعة الفونديشن، فشوفوا الفونديشن هنا وتوزعوا على بشرتكم. شوفوا التغطية مالتي. خلينا نحكي على افضل منتجات شي غلام بالنسبة لي اني. عندنا هذا الليكويد كونتور، اوكي، وعندنا هنا الليكويد بلاشر اللي خبل. عم ننحف وجهنا بلند بلند بلند. شوفوا هذا الكونتور، راح اخلي هذا الليكويد بلاش. اعشق البلاشر اني. بلند بلند بلند، ايش قد ناعمه البرش وخياليه، حرفيا ماي فيفورت برش. هاي اني اموت عليها. قولي الليكويد اي شادو، هذول بعد اني كلش احبهم، استخدمتهم كذا توتوريال عندي. اللي متابعني على التيك توك اكيد شاف المكياج اللي سويته. شوفوا لي اللمعه، شوفوا لي الالوان، والباكجينج بعد خيالي. شوفوا اللمعه، وهذا المنتج حرفيا يجنن. ليب اويل يخلي الشفايف مترطبة وريحته تجنن. او ماي جاد، ريحة بابل جام. الباكجينج مالته يجنن، شوفوا الالوان، شوفوا الانعكاس، العلبة اللمعة مالته خطيرة. باو، او ماي جاد، يتغير ويا الإضاءة، يجنن. الكل يعرف مريم ايش قد تحب الرموش، واكيد انا دائما استخدم رموش شي غلام. وهاي الرموش بيها فراشات، وهنا الاطراف لونها بينك. اخلي اكيد الايلانر مال شي غلام، شوفوا سواد الفاحم. شوفوا اخر شيء اكيد راح نخلي السيتنج سبراي من شي غلام، هذا هو يثبت المكياج اكثر من 24 ساعة. واخر شيء راح استخدم اكيد ليب تنت شي غلام. انا انطي 10 من 10 من منتجاتي المفضلة واللي دائما اخليها بالشنطة مالتي. عندنا هذول التنتات وتخلي لون الشفة تجنن، كانما ذولي شايفين كوريين، ايش قد ناعم. هيجيكم كملنا حبايب قلبي مكياجنا لليوم، دي تشوفون الجمال، دي تشوفون الشدو، الرموش الخياليه، كل المنتجات اللي استخدمتها من شي غلام، ورويتكم منتجاتي المفضله. رابط موقع شي غلام موجود تحت صندوق الوصف، اذا حابين تشترون اي شيء وتطلبون من عندهم كل المنتجات راح تكون موجوده هناك. تجنن وخياليه، وما احكيكم على الكواليتي اللي ولا غلطه. هاي جايز، طبعا جيت اسوي اظافيري مثل ما تشوفوا، محتاجه شويه تنظيف. راح اسوي اظافير ايدي ورجلي، فانا بديكير مانيكير. So we are ready to go with the queen اسو. هلو، هاي، شلونكم شخباركم؟ طبعا راح اسوي ايدنا ورجلنا مثل ما قاعد تشوفون.
فيا شويه تجهيزات قبل ما نسافر لان ماكو دلع هيك في فنلندا. صح، حابين ندلع نفسنا للامان. بالضبط. حلو شعرك اليوم؟ لا حلو، سبعينات. اي قديم فينتج. انا الدلال على اصوله هايسه. اي والله ما تلقوه باي مكان. Oh my god يا جماعة، عشقي للستروبري with chocolate. No, this is my favorite dessert. Yeah. Yes, let's go. Yes. أحلى شيء بالدنيا happy box، حرفياً it is a happy box. شوفوا شنو عندهم. جينا ناخذ فراولة بالشوكولا قبل الإفطار. يامي. هذا إذا يجين يومياً والله أصير أسعد إنسانة بالدنيا. صح. الله بيها شي؟ لا ما بيها. عيني بيها شي؟ لا ما بيها. بعرجيك. هذا رجل تشيكن ليكس. هذا اللي يسوي الميت برا الرجل. الميت يسوي تمارين سيقان. صح والله، هذا الميت برا الرجل، ترى هيك شكلكم. I can't wait for افطار يا جماعة، عم نجرب الفراولة انا واسو. وجينا على المحل الكوري قبل الفطور وجبنا كم شغلة، جبنا تيبوكي نكهات جديدة راح نجربها انا واسو لأول مرة، وجبنا سناكات غريبة عجيبة عم نجربها بالتيك توك. يسر عشقها المحلات الكورية اليابانية. وشوفوا ايش قد جبنا اشياء راح نجربها مع بعض. شنو هذا؟ كريسبي تمبورا. تمبورا؟ هياتي ما شفنا غير شيء. هلا. Yay, we are done. قاعد ننتظر الأوبر يجينا. أنا وقت الفطور. باقي جدا الفطور دقيقتين. أعشق الراشي. صباح الخير. شربة مامي. الله، هاي شربة بيبي. ماما كانت شربة مارتج. اي والله يمكن الشيف سارق الوصفة مع ماما. لقيمات بالتمر بالدبس. دبس التمر. ياي دبس التمر مو؟ دبس التمر يس.